السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في درسنا لهذا اليوم لمادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم بعنوان الأشكال الثلاثية الأبعاد، صفحة 203. تعلمنا سابقا كيف نوجد مساحة مستطيل ومربع. أخذنا قانون مساحة المستطيل، الطول في العرض ممتاز، ومساحة المربع طول الضلع تربيع. كان لدينا سؤال للواجب: أوجد مساحة كل مستطيل أو مربع مما يلي. الآن لدينا هذا الشكل. الآن في تدريب رقم 10، ماذا ترون أمامكم؟ مربع ممتاز. ما هو قانون مساحة المربع؟ مساحة المربع ميم تساوي طول الضلع تربيع سين تربيع. طول الضلع لدينا الآن كم؟ ممتاز، 3. إذن 3 تربيع وتساوي 3 تربيع بمعنى 3 ضرب 3 ممتاز وتساوي 9. إذن 9 سنتيمتر مربع ممتاز. كان هذا سؤالنا الأول. الآن السؤال الثاني: أوجد مساحة المستطيل الآن الموجود أمامنا. كيف عرفت أنه مستطيل؟ ممتاز، لأن له بعدين مختلفين، طول وعرض. ممتاز. الآن لدينا المستطيل، نوجد مساحة هذا المستطيل. مساحة المستطيل هي عبارة عن الطول في العرض ميم تساوي لام ضاد. ميم تساوي لام ضاد الطول في العرض. كم الطول لدينا؟ 10 ممتاز، ضرب العرض كم؟ 8 ممتاز، 10 ضرب 8 وتساوي 10 ضرب 8 80 ممتاز. إذا 80 متر مربع ممتاز. كان هذا إجابة السؤال الثاني. السؤال الثالث: لدينا اختيار من متعدد. ما مساحة مربع طول ضلعه 20 مترا؟ أعطاني طول الضلع وقال وذكر لنا أنه مربع. إذن ميم تساوي مساحة المربع تساوي طول الضلع تربيع. طول الضلع 20، إذن 20 تربيع ماذا تساوي؟ 20 ضرب 20 ممتاز، 20 ضرب 20 وتساوي 400 الوحدة متر مربع ممتاز. إذن الإجابة الصحيحة فقرة د. كان هذا واجبنا للحصة الماضية. الآن سوف نبدأ في درسنا الجديد، الأشكال الثلاثية الأبعاد. ذكرنا قبل قليل في إيجاد مساحة المربع ومساحة المستطيل أنهما لهما بعدين، المستطيل له طول وعرض وكذلك المربع له طول وعرض. الآن في الشكل الموجود أمامكم، الشكل هذا الآن الموجود أمامكم سبق أن درستموه في الصف الثاني الابتدائي وكذلك في الصف الرابع الابتدائي، هل تتذكرونه؟ ممتاز، أخذنا هذا الشكل. هذا الشكل مجسم من المجسمات، كنا نسميه الصف الثاني مجسم. في الصف الثالث في الصف الرابع أسميناه المكعب. الآن هذا المجسم تخيلوا معي الآن هذا باللون البني حتى يكون أوضح لديكم. الآن أريد أن أسألكم ما هي الأشكال المستوية التي ترونها في الشكل المجاور؟ ما هي الأشكال المستوية التي ترونها في الشكل المجاور؟ لدينا الآن هذا الشكل، أريدكم أن تبحثوا عن الأشكال المستوية الموجودة في هذا الشكل. ما معنى شكل مستوي؟ له طول وعرض فقط. أين الأشكال المستوية؟ لدينا الآن هذا الشكل، ممتاز، هذا هو شكل مستوي. ممتاز، هذا الآن شكل مستوي. في الخلف أيضا لدينا شكل مستوي. في الجانب الأيمن أيضا لدينا شكل مستوي. وكذلك في الجانب الأيسر. وكذلك في الأعلى. ما نوع الأشكال المستوية هذه؟ الأعلى وأيضا الأسفل. ما نوع الأشكال المستوية؟ ممتاز، مستطيلات. إذن الأشكال المستوية عبارة عن ماذا؟ مستطيلات. ممتاز، لدينا مستطيلات. كم عدد هذه المستطيلات؟
كم عدد هذه المستطيلات؟ كم عددها؟ ممتاز، 6 مستطيلات. ممتاز، إذا لدينا في هذا الشكل 6 مستطيلات. هل يمكن أن نقول عن هذا الشكل أنه شكل مستوي أو شكل ثنائي الأبعاد؟ ممتاز، لا، الشكل المستوي أو شكل ثنائي الأبعاد يكون لديه طول وعرض فقط، لكن في هذا الشكل لدينا طول وعرض وماذا؟ وارتفاع. إذن المفهوم الآن الثاني هو أشكال الثلاثية الأبعاد. الأشكال الثلاثية الأبعاد لها طول وعرض وارتفاع. الآن في الشكل المستوي الموجود لدينا، في الشكل الثلاثي الأبعاد الموجود لدينا، فيه طول وعرض وارتفاع. لدينا أيضا أسطح مستوية، أسطح مستوية مثل هذا الآن باللون الأصفر. الوجه هو أحد الجوانب المستوية، إذا نعرف الوجه بأنه أحد الجوانب المستوية. لدينا وجه آخر هنا، يلتقي الوجهان في قطعة مستقيمة تسمى الحرف. إذا الحرف هو خط التقاء وجهين، ممتاز. لدينا وجه آخر هنا في الأمام، تلتقي الثلاث أوجه في نقطة تسمى الرأس. إذا الرأس هو نقطة التقاء ماذا؟ 3 أوجه أو أكثر. إذا هذه الأشياء أو هذه النقاط المهمة التي عرفناها، المفردات المهمة التي عرفناها، هي التي تميز لي بين الأشكال الثلاثية الأبعاد. الآن لو تأملتم هنا، الأسطح أو الأوجه، الأوجه عبارة عن شكل مغلق لا تتقاطع، حدوده عبارة عن قطع مستقيمة لا تتقاطع وتلتقي في نهايتها، نسميه مضلع. إذن من هنا يمكن أن أعرف، أعرف ما يسمى متعدد السطوح. متعدد السطوح هو شكل ثلاثي أبعاد له طول وعرض وارتفاع، تشكل وجوهه ماذا؟ مضلعات. إذا كان متعدد السطوح هذا فيه وجهان متوازيان متطابقان، نسميه منشور. إذن المنشور شكل متعدد السطوح فيه وجهان متوازيان متطابقان، يسمى إذن منشور. هذه الوجهان المتوازيان والمتطابقان لو وضحناها الآن هنا على الشكل هذا، الآن هذا عبارة عن منشور فيه وجهان متوازيان ومتطابقان. هذه الآن الوجهان يسميان ماذا؟ يسميان قاعدتي المنشور. هذه تسمى قاعدتي المنشور. إذن في المنشور يوجد لدينا قاعدتين متوازيتين ومتطابقتين. ما شكل القاعدتين هنا؟ مربع، ممتاز، وهو أحد حالات المستطيل. إذا كانت القاعدتين عبارة عن مستطيلين في هذه الحالة نقول عن المنشور أنه منشور رباعي. منشور ماذا؟ رباعي. شوفوا الآن القاعدتين، منشور ماذا؟ منشور رباعي. ممتاز. إذا تعريف المنشور الرباعي، المنشور الرباعي هو منشور له 6 أوجه مستطيلة. ذكرنا في البداية أنها عبارة عن 6 أوجه في مثالنا الأول أو في تقديمنا الأول، بما فيها القاعدتان. هذا هو الآن المنشور الرباعي. كم لديه من وجه؟ عديناها سابقا 6، والقاعدتين عبارة عن مستطيلين، إذن هذا يسمى منشور رباعي. هل ضروري تكون القاعدة مستطيلة؟ لا طبعا، ممكن تكون بشكل آخر وتعطينا في هذه الحالة شكل ثلاثي أبعاد آخر. هنا الآن القاعدة على شكل مثلث، إذن يسمى منشور ثلاثي. إذن ما هو المنشور الثلاثي؟ منشور قاعدتاه مثلثتاه الشكل. ما معنى منشور؟ هو شكل متعدد السطوح. ما معنى متعدد السطوح؟ يعني أن أسطحه أو أوجهه عبارة عن مضلعات. إذن هذا تعريف المنشور الثلاثي. الآن أخذنا نوعين من أنواع الأشكال ثلاثية الأبعاد، وهما
المنشور الرباعي والمنشور الثلاثي. عرفنا الشكل ثلاثي الأبعاد، عرفنا متعدد السطوح والمنشور، القاعدة والوجه والحرف والرأس، جميعها عرفناها. إذن الآن المنشور لدينا نوعين، إما رباعي أو ثلاثي، يختلف على حسب من؟ على حسب القاعدة. في هدف أو هدف درسنا لهذا اليوم أن نتعرف على صفات الأشكال الثلاثية الأبعاد. أعلم أنكم سبق درستموها، لكن الآن الجديد كيف نتعرف على صفات الأشكال الثلاثية الأبعاد. لدينا مثال للتوضيح. صف أجزاء كل شكل مما يأتي من حيث، صف أجزاء كل شكل مما يأتي من حيث التوازي والتطابق، ثم بين نوعه. الشكل الذي ترونه أمامكم هو عبارة عن مجسم أو شكل ثلاثي الأبعاد. نتعرف الآن على صفات هذا الشكل من خلال العناصر الموجودة لدينا: الوجه، الحرف، الرأس والقاعدة. نبدأ الآن بالأوجه. كم وجه لدينا لهذا الشكل؟ كم وجه لهذا الشكل؟ كم وجه الآن لو عديناها؟ واحد في الخلف، الثاني في الأمام، واحد يمين، والثاني في اليسار، إذن أصبحت أربعة، والقاعدة واحدة، إذن أو في الأسفل واحد، مستطيل واحد، إذن أصبحت كم؟ خمسة. إذن لهذا الشكل خمسة أوجه. حتى تميزون شكله، شكله يشبه بعض الخيام التي تنصب أحياناً، إذن شكله كأنه خيمة. القاعدتان مثلثتا الشكل. إذن من تعريف في القاعدة، القاعدة هي عبارة عن وجهين متطابقين ومتوازيين. أين الوجهين المتطابقين والمتوازيين؟ في الأمام وفي الخلف، ممتاز. إذن القاعدتين هما في الأمام هنا هذه، وفي الخلف هذه القاعدتين، متوازيتين وأيضا متطابقتين. له غير الآن القاعدتين، لدينا أوجه جانبية على شكل مستطيلات. إذن لدينا مستطيلات متطابقة، كم عددها؟ ثلاثة. هذا بالنسبة للأوجه. الآن نجي للأحرف. الأحرف، ماذا تعني الأحرف؟ هي تقاطع أو الخط الذي يتقاطع فيه وجهين. كم حرف لدينا؟ كم حرف لدينا؟ نعدها مع بعض. في المثلث الأمامي ثلاثة، وفي المثلث الخلفي ثلاثة. إذن واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة في الخلف. تبقى لدينا واحد، واحد اثنان ثلاثة. إذن أصبح كم عدد الأحرف؟ تسعة أحرف. الأحرف التي تشكل الأوجه الرأسية متوازية ومتطابقة. ماذا عن الرؤوس؟ كم رأس لدينا؟ كم رأس لدينا هنا؟ كم رأس لدينا هنا في هذا الشكل؟ نعد الرؤوس: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن له ستة رؤوس. هذه الصفات تتحقق في من؟ في المنشور الثلاثي. إذن هذا الشكل الموجود لدينا منشور ماذا؟ منشور ثلاثي. الآن عرضنا المنشور الثلاثي والمنشور الرباعي. ما الفرق بين المنشور الرباعي والمنشور الثلاثي؟ كلاهما منشور، بمعنى أنه شكل متعدد السطوح. شكل متعدد السطوح، إذن كلاهما منشور. إذن شكل متعدد السطوح بمعنى أن فيه قاعدتين متوازيتين ومتطابقتين. ما الفرق بين الرباعي والثلاثي؟ أحسنتم، الرباعي قاعدتاه على شكل مستطيلات، والثلاثي قاعدتاه على شكل ماذا؟ على شكل مثلث. إذن لهما وجوه مستطيلة، وللشكلين كلاهما وجوه مستطيلة لأنهما أصلا متعددي سطوح. والمنشور الرباعي له ستة وجوه مستطيلة، لكن الثلاثي له ثلاثة وجوه مستطيلة ووجهان مثلثان. إذن هذا هو الفرق أو الشبه والاختلاف بين المنشور الرباعي والمنشور الثلاثي. إذا أشكال ثلاثية الأبعاد لها عناصر نستطيع تمييزها بها، نميزها من خلال القاعدة، الوجه، الحرف، الرأس.
درسنا المنشور الرباعي والمنشور الثلاثي، وكيف نميز بين المنشور الرباعي والمنشور الثلاثي. إذن تعلمنا اليوم صفات الأشكال ثلاثية الأبعاد، أخذنا فقط شكلين من الأشكال الثلاثية الأبعاد، الشكل منشور الثلاثي والمنشور الرباعي. أخذنا كيف نميز الشكل، إذا أعطاني الشكل كيف أتعرف عليه، وأيضا من خلال في سؤال الواجب الآن سوف أعطيكم الشكل وتتعرفون أو تميزون الصفات التي تميزه. تبقى لنا أشكال أخرى من الأشكال ثلاثية الأبعاد سوف ندرسها بإذن الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.